السلام عليكم، ده الفيديو التاسع في فيديوهات الكومبايلرز. هنكمل برضه أمثلة على ريجولار اكسبريشنز. في حاجة بس في السؤال اللي فات، هو كان الألفابيت A أو B أو C، فاحنا في الآخر المفروض بعد ما نطلع بده هتقول له بقى إيه بدل ال A تحط A أو C، فهتبقى A أو C ستار B A أو C ستار يعني، أو بس كده. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك عايز برضه من نفس الألفابيت دي، عايز لكل ريجولار اكسبريشنز اللي فيها at most 1 B، فهو شال exactly وحط at most. ايه اللي هو ضافه؟ ضاف ان ممكن يبقى فيه اكسبريشنز فيها ايهات بس ما فيهاش بيهات خالص، او ضاف كمان الاكسبريشن الفاضي اللي هو السيجما اللي اسمه ايه ده الابسلون، ان هو ما فيهوش برضو اي حاجه، فهو ما بقاش محتاج البي. طيب ممكن تحل السؤال ده باكتر من اسلوب. احنا كده احنا وصلنا للحل ده في السؤال اللي فات، احنا ممكن نحاول نعدل الحل ده بحيث ان هو يبقى شبه ده، طالما الموضوع نقدر نعمله بالحدس يعني. انت بالملاحظه ممكن لو انت حطيت بدل البي بقى اي او ايبسلون كده خلاص بتاعت حل كده، خلاص بقى ممكن بدل البي اللي موجوده ما بقتش حطيت حاجه، فكده يبقى السؤال الجديد اتحل. طيب دي طريقه. الطريقه التانيه انك برضو تقوم قايل، انا هرجع تاني بس للايه، هفكني من السي دلوقتي. يعني لو قلت ايه ستار بي اي ستار وعملت اور مع اي ستار بس، برضو تبقى حليت المشكله، تبقى حليت السؤال. ليه؟ لان الاي ستار دي بتشمل اصلا الابسلون الفاضيه وما فيهاش بي، خلاص بقى عندك تقدر تحقق السؤال، او تقدر تحله بقى من البدايه خالص بنفس الاسلوب ده. بس ايه، ده هياخد وقت على الفاضي يعني. وبرده في الاخر تقوم شايل كل ايه وتحط ايه اور سي، او تقدر تقول نوت بي وخلاص يعني. تقدر تقول ان الاي دي هي عباره عن نوت بي، بحيث انك تعرف نوت بي ان هي اي حاجه تانية غير البي، هو تبقى نوت بي ستار يعني. طيب السؤال اللي بعده بيقول هات، عايز الريجولار اكسبريشن اللي فيه 1b محاطة surrounded by the same number of a's. يعني هو عايز برضه، هنبدأ نشوف السؤال ده، هنبدأ بالاكسبريشنز اللي ممكن نتخيلها تحقق الكلام ده. هتلاقي أول حاجة مثلا لو عندك، هو قايل في b فالابسل مش موجود، طيب البي موجودة، تلاقي البي موجودة، البي كده محاطة بصفرين من الإيهات. طيب لو عايز ده كده اللي هي ايه كاركتر واحد. طب لو كاركترين عايز بي محاطه بنفس عدد من الايز، مش هتلاقي ان مش هينفع تحط بي جنبها بتاع، فاقل حاجه بقى كده ثلاثه، هيبقى اعداد فرديه كلها، هيبقى عندك مثلا اي اي بي اي اي بعدين اربعه، يبقى عندك ايه، لا مش اربعه دي هتبقى، لحظه، دي ثلاثه اللي هي اي بي اي، بعد كده هتلاقي خمسه هتلاقي اي اي بي اي اي، وبعد كده سبعه هتلاقي A وهكذا. طيب لو عايز تبدأ برضه الريجولار اكسبريشن هتلاقي ال B ماشي، وبعدين ده كده الفاكتور واحد، وبعد كده ال A B A اللي هي عبارة عن، تقدر تحط ال A B A على بعضها كده، انت اكيد مش هتعرف تحقق الكلام ده بال B. طيب بعد كده ال A A B A A دي تحقق بدي لو ايه، لو عملت هنا ستار وهنا ستار تقدر تحقق دي، لو عملت هنا ستار وهنا ستار تقدر تحقق برضو اللي بعدها، واي حاجه بعدها تقدر تحددها بالكلام ده. وفي نفس الوقت ال A ستار B A ستار يقدر يحل مشكله ال B دي، فتقدر تشيل ال B دي كمان، فالاكسبريشن ده بيحقق كل الحاجات دي. بس في مشكله يعني، ان الاكسبريشن ده مش بس بيحقق الحاجات دي، بيقدر يحقق حاجات تانية يعني. هو يقدر يحقق ال A B A A A مثلا، ده يتحقق بالاكسبريشن ده، بس الكلام ده مش بيحقق الشرط اللي هو طالبه، ان هو عايز exactly the same number of A's. فالاكسبريشن ده رغم ان هو بيحقق كل اللي احنا عايزينه، لكنه بيحقق عليه حاجات زياده احنا مش عايزينها، فبالتالي لازم تحكم عليه ان هو برده ما ينفعش. طيب ده ينفع امتى؟ ينفع لو انت عرفت تخلي الستار دي بتساوي بالظبط هي نفس الستار دي، يعني لو بدل الستار دي عرفت تحط ان وان، بحيث ان الرقمين دول زي بعض، ده ساعتها ده هيبقى يحقق الحاجات دي بالظبط وما يحققش اي حاجه براها. بس الفكره ان الريجولار اكسبريشنز ما فيهاش اصلا، ما ينفعش تعمل ان او ان بالشكل ده، هي لازم، هي ما فيش غير الستار او الاور او الـ او الكونكاتينيشن او الحاجات اللي طالعه المشتقه منهم يعني. فطالما هو ما عندكش اصلا الان، تقدر تقول بقى ساعتها ان الحاجات دي او الطلب ده ما ينفعش يتحقق اصلا بالريجولار اكسبريشن. فهو اجابه السؤال ان الطلب ده ما ينفعش يتحقق بالريجولار اكسبريشن. وهو بيقول ان في قاعده بتقول يعني ان الريجولار اكسبريشن doesn't
don't count اللي هو بي 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 بيشير للنقطة دي، يعني هو ما ينفعش تحط ان جوه بتاعت عدد معين من التكرار. لو اضطريت تحط عدد معين من التكرار بس، يبقى ساعتها ده ما ينفعش تعمل ريل اكسبريشن اصلا. طيب السؤال اللي بعده بيقول عايز عندك برضو ال A وال B وال C، وعايز set of regular، عايز regular expression للحاجات او للست من الاشياء اللي فيها ما فيش اتنين B ورا بعض، ما فيش no two consecutive B's consecutive او ايا كان كنت ازاي يعني B's. فبرضه هنتعامل معاها بنفس الطريقة، برضه انا هتجاهل ال C دي، هخليها ال A كأنها معبرة، وبعدين في الآخر هخلي ال A و ال C. بس انا عايز اقول في الاول ان الحل ده هو طالع بحل مختلف يعني، فانا مش متاكد اذا كان اللي هطلع بيه ده فيه مشكله ولا لا، بس هو ده تبع يعني الطريقه اللي هو قالها، انا ما فكرتش فيها من الاول يعني. المهم يعني طيب نبدا برضو نكتب السيت. طب ايه الحاجات اللي فيها 1 حاجه واحده بس؟ هتلاقي ان هو ما حددش ان لازم يبقى فيه بي اصلا، ما حددش لازم يبقى فيه اي حاجه، فبالتالي الابسلون موجود يعني، الابسلون ده موجود. طيب هل ينفع يبقى فيه بي واحده؟ اه، ان هو مش مقالش لازم يكون اتنين، وينفع يكون ال A اللي هي ال A or C يعني. تمام، ده كده الحاجات دي هي الحاجات الوحيدة اللي من كاركتر واحد بتحقق الشرط. طيب لو جيت كاركترين هتلاقي عندك ينفع AA أو AB أو BA. طيب لو تلاتة كاركترز ينفع عندك AAA A B A A A B B A A B A B. أظن دول هما اللي ينفعوا، أظنش حاجة تانية تنفع يعني. تلاتة A B A، ال B راحت في كل الأماكن، ويبقى في اتنين B's، ما ينفعش تحط اتنين B's تانيين غير لو كانوا ورا بعض، وده هيخل بالشرط اللي هو no two consecutive B's. طيب يبقى دول كل الحاجات المكونة من تلاتة. طيب لو برضو مكون من أربعة تلاقي عندك برضو A A A A اللي هو نفس ماشي، و A B A B، وممكن برضو يبقى الأول خلينا في A A A B A A B A A B A A صح، وبعدين ممكن تحط A B A B و B A B A بي اي اي بي يعني. اظن دول معبرين كفايه عن الاربعه. هو مش لازم اكيد مش لازم كل حاجه، بس يعني نحاول ما يبقاش فيه اي حاجه ساقطه يعني. يعني مثلا دي بادئه بي ومنتهيه بي، فدي خاصيه مميزه عن مثلا دي اللي مش البادئه بي ومش نهايه بي، او في حاجه تانية. طب اه الحاجه اللي مش بادئه ولا منتهيه بي اللي هي مثلا ايه؟ لا هي اصلا ما ينفعش يكون في اتنين بيز من غير ما يكون غير الاثنين يكونوا في النص يعني. طيب ماشي، نشوف الخمسة برضو، الخمسة ايز برضو هي ايه 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 ايه، والخمسة والايز اللي فيهم بي واحدة. خلاص فاكس بقى كل الحاجات اللي فيها بي واحدة في النص، نعتبر ان هي دي البي بتتحرك فيهم كلهم. طيب لو في بي بيهين يعني سميتهم بي ايه بي ايه بي، كده بقى في تلات بيهات، بي ايه بي ايه ايه بي ايه. اه شوف هنا ده بقى البي بقت بادئة ونهاية بي. طيب بي اي 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 بي برضو خمسة يعني، ممكن ال اي بي اي بي اي وهكذا بقى. هنكتفي الخمسة دول، لو بعد كده نقعد نجرب بعد ما نطلع بالاكسبريشن يعني. طيب مشكلة ان الكلام كده كتير، انا مش عارف هكتب فين. طيب نبدأ برضو كلام الاول. الابسلون دي هتتكتب لوحدها اكيد، ابسلون اور بي اور ايه، دي الحاجات اللي هي الاساسيه بتاعتك، حيث الاي دي ايه اور سي. طيب تيجي للاي ايه، هل الاي ايه ينفع تنطبق على دي او دي؟ هينفع تنطبق على دي لو عدلت خليتها اي ستار، وفي نفس الوقت الاي ستار ده مش بيأثر على الشرط الاساسي اللي هو بيقول لك نوت كونسكتيف بيز، وانت كده ما اثرش على البيز اصلا، فمش فارقه. من كده الاي ايه، وهتلاقي طبعا الاي ايه والاي ايه وكل الحاجات اللي تحت، بس خلينا نوصل لهم يعني. طيب ال A B، هل ال A B ينفع تحقق بأي واحد من دول؟ تلاقي ينفعش هنا ولا هنا، ينفع ممكن تحط ال A B لوحدها، أو ممكن حتى. طيب هل ينفع نقول A star B كده وخلاص عشان تبقى ترمز لل A B؟
ال A star B هترمز لل A B، بس هتدمر لنا ال A اللي قبلها، فما ينفعش نعمل كده. لو عملت كده انت خلاص دمرت ال A اللي قبلها اصلا، فخلاص طالما الاضافه دي هتبوظ اللي فات يبقى بلاش منها. بتحط هنا، تحط محطه ال A B لوحدها كده. طيب، وعموما لو عايزين بقى نكون منظمين اكتر كمان، ممكن بقى نحط تحت كل واحد احنا عملنا ليه. يعني ممكن تحط تحت ال A عشان تحت ال A star مثلا، تقوم حاطط ان انا حطيته عشان ال A A، وال A B يعني، بحيث ايه، بحيث تعرف لو انت حبيت بعد كده تعدل فيه تشوف التعديل ده هيأثر على السبب الأساسي اللي انت حطيته عليه ولا لأ يعني. فالمهم ده طيب ال A B. طيب ال B A، ال B A ما ينفعش تحط هنا، ما ينفعش تحط هنا برضه. لو حطيت ال B في الأول كده هتبوظ ال A لوحدها، فمش هينفع، ما ينفعش تحط هنا برضه، فتحط ال B A كمان. طيب ال A A A ينفع تنطبق على ال A star، فخلاص دي بقت شغالة. طب ال A B A ينفع تتحط على واحدة من دول؟ هتلاقي ان لأ. طب ينفع تعدل في واحدة من دول بحيث تحط فيها ال A B A؟ ممكن تعدل بحيث انك تحط مثلا هنا A star، صح؟ او A مثلا، A B A او A star بالذات. ليه؟ يعني ال A لوحدها ما تنفعش، بس ال A star تنفع. ليه؟ انت حاطط ال B A ده اصلا عشان ال B A. طيب لو حطيت A لوحدها يبقى انت كده دمرت ال B A، فما ينفعش. لكن ال A star من ممكن تبقى بصفر، فطالما ممكن تبقى بصفر فانت تقدر تحط A star ومن غير ما تدمر ال B A. فكده انت بقيت حققت ال A B A حيث في حالة ان ال star بواحد، تمام، من غير ما تدمر اللي فاتت، وفي نفس الوقت من غير ما تدمر الشرط، لان الشرط قايم على البي، فالاي ستار مش هيفرق معاه عدد الاس في حاجه. انت كده عملت اي ستار بي اي نفع. طيب الاي اي بي برضو مش هتحقق بدي ولا بدي ولا بدي. طب ينفع تحقق بالاي بي؟ الاي اي بي لا، ما تحققش الاي بي غير لو حطيت هنا ستار. كده يبقى انت عرفت تحقق برضو الاي بي اي. طب ينفع تحقق بده؟ اه ينفع، لو عملت ايه، لو حليت الاي دي كمان ستار. فطيب لو حليت الاي دي ستار، هل دمرت البي اي اللي هو الاصلي، السبب اللي انت عملت عليه عشان الترم ده اصلا؟ لا برضو، ان ايه، ان ده ممكن يحقق البي اي. فبالتالي الاي ستار بي اي ستار يعرف يحقق ده ويعرف يحقق الاي اي بي. طب يعرف يحقق البي اي اي؟ يعرف يحقق البي اي لو ده بصفر. طب يعرف يحقق البي اي بي او قبل حتى ما تشوف البي اي بي، هتلاحظ ان ده بيشمل جواه ده، يعني الاي ستار بي اي ستار بيشمل جواه الاي ستار بي، فتقدر اصلا تلغي الاي ستار بي ده تماما كده، تكتفي بالاي ستار بي ستار بدل الاثنين. انا عايز اقول بس ان انا مش مجهز، يعني انا مش محدد خطوات كاتبها قبل كده وماشي وراها، يعني انا كاني بحل من الاول يعني، عشان كده ممكن الدنيا تبقى مش مظبوطه قوي، بس انا شايف ده هيبقى اكثر واقعيه يعني. طيب ماشي. طيب الاكسبريشنز دي احنا قعدنا نعدل الحاجات، هل الحاجات دي كلها في اي حاجه من الحاجات اللي فاتت باظت؟ هتلاقي ان لا، يعني اي حاجه من اللي فاتت دي تقدر تحققها بالاكسبريشن اللي مكتوبه دي. طيب خش بعد كده الاكسبريشن اللي احنا ما وصلناهوش، اللي هو البي اي بي. البي اي بي ده مش هيتحقق هنا ولا هنا ولا هنا، ومش هينفع يتحقق هنا. طب ازاي نقدر نخليه يتحقق هنا؟ لو حطيت هنا بي. بس السؤال، انت لو حطيت هنا بي كده لوحدها هتبوظ اللي فات، هتبوظ الاي بي، الاي بي اي مثلا. الاي بي اي هو عايز اي بي اي، مش عايز بي اجباريه. طب لو حطيت مثلا بي ستار ساعتها مش هتبوظ دي، مش هتبوظ البي الاي بي اي، بس هتبوظ الشرط الاصلي انه قال لك نو تو كونسيكتيف بيز. البي ستار دي بيقول لك اي عدد، مش محدد، فانت ما ينفعش تحط بي لوحدها ولا بي ستار، فتقدر بقى خلاص يبقى انت كده مضطر تعمل ايه، تعمل اوردر جديده تحط فيها البي اي بي مثلا. بعد كده تخش على البتاع اللي بعده، هتلاقي عندك اربع ايهات، الاربع ايهات ينفع تحقق بده فخلاص. طب تلات ايهات بي تحقق بده فخلاص. طيب الايهين بي اي يتحقق بده برضه. طيب ال A B A A برضه يتحقق بده، تمام. طيب ال A B A B ما ينفعش يتحقق، A B A B ما ينفعش يتحقق بده، ماشي كده. ال A B A B ما ينفعش يتحقق بده، ولا ما ينفعش يتحقق بأي واحد من دول، تمام. طيب ينفع نعدل على واحد من دول؟ انت عايز A B A B. طب لو حطيت هنا بي برضه هيحصل نفس المشكله، انك هتدمر الكلام اللي فات، نفس المشكله اللي حصلت معانا هنا، اللي كان في ايه في البي اي بي، فانت عايز اي بي اي بي. طيب لو عدلت هنا وحطيت هنا اي ستار،
كده ساعتها هتمشي، لان الاي ستار دي مفيش اي مشكله في الكونسيكوتيف ايز، فخلاص مش هتفرق. وفي نفس الوقت ده هيبقى ينفع حاجه الاي بي اي بي، فخلاص دي كده شغال ماشي. طيب البي اي بي اي برضه هتلاقيها مش بتتحقق باللي فوق دول، غير في حاله يعني مش هينفع تتحقق باي واحد من دول، بس تقدر تعدل ده. بس الدنيا زحمه، الدنيا زحمه، نعدل ده كده. لو حطيت هنا اي ستار كمان يبقى انت كده وصلت لايه، لان هو قال لك اي بي، هو فين احنا فين اصلا، اي بي اي بي وبي اي بي اي، فده لو ده بصفر وده بصفر، او ده بصفر وده بواحد، فعملت البي اي بي اي. طيب البي اي اي بي ما ينفعش تحقق باي واحد من دول، بس تقدر تحقق بده لو عملت ايه، لو خليت هنا ستار. بس هتلاقي هنا حصلت مشكله تانية، ان الستار دي معناها ايه، الستار دي معناها ان ينفع يبقى بصفر، فساعتها لو خليت دي بصفر هيبقى فيه اتنين كونسيكتيف بيز، هتبوظ الشرط الاصلي. فانت ما ينفعش تحط ستار دي لوحدها، بس تقدر تعمل حاجه تانية. تقدر ده كده بي اي ستار، معلش اخد دي اشيلها برضو احطها بعيد شويه، وتقوم قايل مثلا اي اي ستار. فالاي الاي بي اي ستار ده كده هيحقق البي اي اي بي من غير ما يبوظ اي حاجه من الحاجات اللي فاتت. او قبل ما نكمل، بس قبل ما نبص على اللي بعده، لو بصينا هنا هنلاحظ ان نقدر نختصر شويه حاجات من هنا. يعني الاي ستار بي اي ستار ده يقدر يغنينا عن البي، تمام، ان هو لو قيد ده بصفر وصفر البي كانت موجوده، تقدر تشيل البي. طيب كده شلت البي. طيب هل ده يقدر يغنينا عن الاي ستار؟ لا، لان ده هنا بيجبرني على بي، وده بيجبرني على بي هات، فمش هينفع اشيل الاي ستار، الاي ستار موجوده معانا. طيب ينفع اشيل الابسلون ده؟ ينفع في حاله ان انا اقوم بدل الاي ستار بي اي ستار اخليها اي ستار بي اور ابسلون، بي اور ابسلون اي ستار، فساعتها كده لو شلت الابسلون، لو عايز اعمل ابسلون هعرف اعملها بالكلام ده، وفي نفس الوقت اي حاجه تطلع من ده مش هتبقى غلط، هشيل الابسلون كمان. فكده الاكسبريشن ايه بقى، صغر شويه يعني كده، احط ده هنا. طيب وصلنا بقى فين، البي اي بي اي، هو البي اي بي اي بيتعمل هنا صح، بي اي بي يعني هنا دي بتعمل بي اي بي، والبي بي اي بي اي عادي. طيب تمام، وصلنا لحد البي اي بي اي بي، هل ده بيتعمل بأي واحد من دول؟ هتلاقي إن لأ. طيب هل ينفع أحط بيه هنا؟ لأ، لأن أنا لو حطيت بيه هنا لازم هبقى بوظت الحاجات اللي فاتت، هبقى بوظت بي اي بي اي مثلا، خلاص تبقى باظت. طيب هل ينفع أحط بيه ستار؟ لأ برضه عشان الكونسيكتيف بيز، فهتلاقي إن أنا محتاج أخد ده كله وأعمله إيه؟ أعمل نسخة تانية منه بس فيها بي في الآخر. طيب هنلاحظ بقى إن المشكلة دي حصلت معانا كذا مرة، يعني التغيير في الترم ده حصل معانا في واحنا شغالين في البي اي بي، واحنا شغالين في البي اي بي اي، واحنا شغالين في البي اي بي اي بي، وهتلاقي بعد كده في البي اي بي اي بي اي بي، والبي اي بي اي بي اي، والبي اي بي اي بي اي بي اي بي اي، لا هتلاقي ان نفس الباترن ده عمال يتكرر على طول، انك عايز تحط بي في الاخر مثلا، او عايز تزود بي اي، يعني بمعنى ان ده هيعرف يعمل البي اي بي والبي اي بي اي بي اي. طيب لو عايز تعمل بي اي بي اي بي هتاخد ده كله وتعمل منه نسخة تانية تحت او جنبه يعني، ماشي، وبرده مش هينفع تحط هنا بي 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 على طول، لان ده ممكن يبقى بصفر هيبقى بي بي ورا بعض، هتقوم شايل ده كده تقوم حاطط مكان دي، تقوم حاطط مثلا بي، فده كده هيعرف يعمل بي اي بي اي بي او بي اي 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 بي اي بي. طيب لو عوزت كمان بقى بي اي بي اي بي اي، عايز تحط ايه كمان، بس حطيت ايه كمان تقدر تحط، هتلاقي نفسك بتحط ستار. طيب عوزت تزود كمان بي اي تاني، هتلاقي نفسك ما ينفعش تحط، او عوزت تزود بيه كمان في الاخر، هتلاقي ما ينفعش تحط بيه هنا عشان الاي كونسيكتيف، هتخلي الاثنين دول ورا بعض، احتمال يبقوا الاثنين دول ورا بعض، فهتضطر تشيل ده وتحط واحد جديد وتحط مكان البي، فهتلاقي انك الموضوع خلاص ايه عمال يزيد، ومش عمرك ما هتوصل لحل نهائي، فمحتاج بقى تفكر بطريقه مختلفه. فهنفكس بقى البتاع ده خالص ونشوف احنا واقفين فين، احنا واقفين عند البي اي بي اي بي. طيب انا لو بدل ما ازود في الاخر رحت جيت على البي اي دي نفسها وخليتها هي نفسها بتتكرر، ان احنا عندنا الباترن هو بي اي بي اي بي اي بي اي بي بي اي مش عارف ايه، فلو خليت دي نفسها البي اي على بعضها دي هي نفسها بتتكرر، هل كده انا بوظت حاجه، عملت حاجه غلط؟ ما بوظتش اي حاجه في الشرط، لان الباترن ده بي اي، فلما تيجي تكررها هيبقى بي اي بي اي، فعمر ما اتنين بيز هيجوا ورا بعض بالباترن ده،
في نفس الوقت انا النجمه دي خلت فيه احتمال ان ده يبقى بصفر، بس لما ده يبقى بصفر بقى عندك اي ستار، اي ستار اللي هو خلاص هيبقى برضو ايهات، فبرضو ما بصش الباترن في حاجه. طيب الباترن بالشكل ده ايه اللي هيحصل؟ ده لو اديته بي اي بي هيقدر يحققه، لان هتلاقي ده بصفر، فهي بي اي تكرر مره واحده والبي، فالبي اي بي بقت موجوده. طيب بي اي بي اي برضه تعرف تحرك بي اي بي اي، طب بي اي بي اي بي تقدر تكرر ده مرتين، بي اي بي اي تمام، والبي دي موجوده. طيب لو عايز بي اي بس اقدر اخد اخلي كلها اصفار واخد بي اي واخد البي اي لوحدها. طيب هل التعديل ده ممكن يبوظ اي حاجه من الحاجات القديمه؟ يعني الكلام ده كان برضه شغال على المفروض على اي بي اي بي مثلا، هل نعرف نعمل اي بي اي بي بده؟ هتلاقي انك تقدر تاخد تاخد واحده من اي دي الستار دي، تاخد بي اي واحده، عندك اي بي اي وتاخد البي دي. طيب يعني غالبا يعني لحد دلوقتي ما فيش اي مشكله. طب الاي بي اي اي ده كان جاي تبع ده اصلا يعني ايا كان. طب البي اي اي بي، بي اي اي بي هتلاقي ان هي تاخد بي اي واحده وبعدين اي وبعدين بي. طيب لو بي اي 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 ايا كان عدد الهات بي هتلاقي برضه تاخد بي اي وبعدين تاخد اي على الهات وبعدين تحط البي وهكذا. طيب في برضه حاجه ممكن نلاحظها هنا برضه، ان ده يغني عن ده. يعني لو خدت الابسلون اي حاجه اي ستار عدد كبير من الايهات تقدر تاخد الاكسبريشن ده، يقدر يغني، تقدر تجاهل ده كمان تشيله تمام. اي اول ثلاثة عشان الايهات، فلو عندك اربع ايهات تقدر تاخد اربع ايهات من هنا وتاخد الابسلون معاك. طيب لو بصينا برضه ممكن نلاقي حاجه تانية نقدر نتجاهل، يعني نقدر نلغي ده كمان لو حطينا مع البي دي بي اور ابسلون زي دي. لو شلت الاي ستار دي كده حطيت هنا بي اور ابسلون وحطيت الاي ستار بعدها، ساعتها هتلاقي ان انت اي حاجه تحقق بده ده كان بيحقق الحاجات اللي فيها بي واحده، اللي فيها بي واحده محاطه بايهات. فلو انت خدت ده بصفر وده بصفر وده بصفر بقى نفس، او قصدي ده بصفر وده بصفر بقى ده نفس الاكسبريشن، تقدر تشيل ده كمان. هنا في استار اصلا في الاول استار، فاظن ده ان الاكسبريشن ده يعرف يشتغل على اي حاجه يعني، بس لسه بقى محتاجين نختبره على حاجات عشوائيه. طب اخر حاجه بس، هل ده ينفع يشتغل على، احنا وصلنا لحد هنا صح، ينفع يشتغل على بي اي بي اي اي بي اي بي اي اي؟ ينفع تاخد دي مرتين بي اي بي اي وبعدين تاخد الابسلون هنا وتاخد اي واحده من دي مثلا يعني، او واحده من دي او ايا كان. طيب بينفع اشتغل على بي اي هات بي دي شايفينها و اي بي اي بي اي اي بي اي بي نحط كمان اي بي اي، هتعرف تاخد مثلا هنا اي بعدين تاخد البي اي تكررها 3 مرات عشان تاخد هنا ايبسلون، فبرضه ينفع على الكلام ده. ممكن بقى ناخد الاكسبريشن ده اللي هو احنا نظن انه ينفع لكل الحاجات، ينفع البي لوحدها. طيب ينفع البي لوحدها، ينفع البي لوحدها لو انت خدت صفار صفر صفر خدت البي لوحدها، فينفع البي لوحدها. ينفع الاي لوحدها، ينفع برضه على اللحظة. فهو دلوقتي ده ينفع لأي حاجة احنا متخيلينها يعني، ممكن نحط ناخده بقى كده ونقعد نجرب فيه. لو قلنا أي اكسبريشن مهما كان ضخم A B A A B A A B الصوت أبو شوية يعني. طيب لو حطيت مثلا كده A A، هل ده ينفع أو بالاكسبريشن ده لو بصيت تلاقي مثلا تمشي عندك تبدأ ال بي اي فتحط ده بصفر تلاقي بي اي بي اي فانت كده خدت دي باتنين. طيب بعد كده اي اي فتاخد دي باتنين كمان وبعدين تاخد البي معاك وبعدين تاخد الايهين دول كده لحد هنا ده كده اشتغل. طيب كده انت عايز بي تاني وانت خلاص انت وصلت لحد الاخر ومبقاش فيه بي تاني، هل ده ينفع بقى؟ عايزين نعدل ده بحيث ان هو ينفع يرجع تاني. طيب لو فكرنا ان احنا ناخد ده كله على بعضه كده ونعمل تكرار، هل ده هينفع؟ هيشتغل على البتاع ده؟ بالظبط، هتاخد الايه صفر تاني في اللفه التانيه بقى، تاخد صفر تاني وبعدين تاخد بي اي ماشي و اي تاخد البي تاخد اي اي تاخد بي تاني، تقدر تلف تاني تاخد البي دي بس. بس عندك هنا هتلاقي بقى مشكله في اللي انت عملته ده ايه هو؟ انت كده بوظت الشرط شويه، او في احتمال انك تكون بوظت الشرط. هو شرط ما ينفعش يكون في اتنين بيهين ورا بعض، مش الشرط ده، في احتمال يبقى في بيهين ورا بعض. لو انت خدت
خدت البي دي مثلا في اللفه الاولى، ماشي، خدت البي دي في اللفه الاولى معاك، وبعدين في اللفه الثانيه ما خدتش ايهات، بقى عندك هنا بقى عندك بي بي، فبالتالي الكلام ده غلط. طيب نفكر نحله ازاي. المشكله موجوده طبعا في البي دي، البي اللي في الاخر دي هي اللي عملت الازمه دي. طيب البي دي اصلا كنا بنحطها غالبا عشان ننهي بيها، يعني عندك بي اي بي اي بي، كنا حاطين البي دي بي دي عشان احنا محتاجين بي ما وراهاش ايه، لان كل بيهات لازم وراها ايهات، فكنا البي اي ده هيعرف نقعد نكرره لحد ما توصل. هو غالبا الفايده الاساسيه بتاع دي كان ان احنا ننهي بيها. طيب احنا لو شلناها دي نفسها بقى خالص، بي اور ايبسون دي على بعضها كده هنا، شايلها وحطيتها نفسها بره بعد التكرار، وبعد بعد كل اللي انت عايزه، طبعا كده بقى استر وهنا استر، فيبقى حاجه واحده اصلا تقدر تلاقيها لهم او تشيل واحده منهم يعني. فانت هيبقى عندك هنا ايه، بس صغيره شويه، ستار ان بي اور ايبسون ده اللي كان. طيب هل الاكسبريشن ده برضو بوظ اي حاجه، او هل حاجه ما تنفعش؟ غالبا هنلاقي لا يعني. هو خلينا يعني نجرب عليه نفس البتاع تاني، هتاخد بي اي ماشي، خد الاي بصفر بي اي بي اي ماشي مرتين، هتاخد ايهين بالبتاع دي، وبعدين عايز ايه، انت عايز بي اي تاني صح؟ خدت بي اي بي اي وبعدين ايهين، وبعدين دي خلصت يعني، وبعدين ايهين لحد هنا. طب لف تاني بقى وخد بي اي لوحدها ماشي، وبعدين ايه ماشي، وبعدين تعمل ايه، لف تاني تاخد بي اي وايه، لف تاني تاخد بي اي وايه، وبعدين البي دي تعرف تاخدها من بتاع اللي بره. فالسوليوشن ده كده يشتغل برضو على البتاع ده، وفي نفس الوقت ما اظنش ان هو بيدمر اي حاجه من فوق، يعني اي حاجه من اي بي اي بي مثلا، او اي بي اي هتيجي عادي برضو، الاي هتاخد اي واحده وبي اي بعدين تاخد البي اللي بره. فانا غالبا اظن ان ده كده حل نهائي للمساله يعني. لو جيت بقى كده تبص على حل الكتاب هتلاقيه عامل الحل ده، هو في تشابه يعني، ده شيء كويس، بس هو بدل انا عامل هنا استرات كتير، هو مستخدم الاور. اظن ان يعني طبعا هو اولا السي احنا ممكن نتجهها للسي ده، لان السي ده ايه، احنا قلنا الاي والسي نغيرهم حاجه واحده، اقدر اتجه للسي دي واتجه للسي دي، فهو كانه يكون عامل، كانه عامل ايه اور بي اي ستار بي اور اس، بعد كده خد مكان كل ايه خلاها ايه اور سي. اظن ان ده فعلا هو نفس ده يعني، عشان اتاكد ان الحل بتاعي صح ممكن اشوف اثبت ان الاي اور بي اي ستار تحقق نفس الكلام بتاع ده. بس في حاجه تانية كمان، انا ما اظنش ان انا محتاج الاي ستار دي هنا، طالما الاي ستار دي موجوده هتقدر تلف وتاخد الاي ستار دي لو انت عايز، فانا اظن ان الاي ستار دي ملهاش لازمه كمان. بالتالي احنا محتاجين هل الـ A or B A star هي الـ A star B A star كل star؟ أظن غالبا في دول متطابقين فعلا، بس أكيد لها أكيد لها جبر أو حاجة كده، بس هما منطقيا متطابقين. أنت لو خدت عايز تاخد هتاخد مثلا A star دي، أو مش هما، حاسس إن هما متطابقين فعلا خلاص يعني، مش لازم. فبس كده السؤال ده غالبا ده كده خلاص، السؤال ده خلص، هو عامل الحل بالشكل ده، وليه خطوات تانية ماشي بيها، بس ما اظنش ان يعني لو كنت قريته بالظبط كنت هبقى كأني بسمع يعني، ده شيء مش لطيف يعني. بس الفيديو ده كده طويل جدا، الفيديو الجاي هيبقى فيه بس مثال اخير اللي هو على الحالة المعكوسة، اللي هو بتاع الديك والريجل اكسبريشن، وتشوف ايه اللي هيطلع منه، والاكستنشنز تو ريجل اكسبريشن.